السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الكل يريد أن يكون غنيا، لكن قلة من الناس يعرفون حقا ما يجب عليهم فعله من أجل الحصول على المال. أن تصبح ثريا يتطلب مزيدا من الحظ والمهارة والصبر. لكي تصبح ثريا عليك أن تضع نفسك على طريق يؤدي إلى حياة مهنية غنية بالثراء المالي، ثم التعامل مع الأموال التي تكسبها بحكمة من خلال استثمارها وتوفيرها وتقليل نفقات معيشتك. أن تصبح ثريا في أي عمر وخاصة في سن مبكر يتطلب العمل الجاد والتخطيط والادخار لمعظم الناس، إلا إذا كانوا محظوظين بما يكفي لوراثة ثرواتهم. وأي شخص يضع في ذهنه أن يصبح غنيا يمكن أن يصبح غنيا في بضع سنوات قصيرة من خلال اتباع هذه النصائح التالية. أولا، اصنع لنفسك مصادر دخل مختلفة. لا يمكن أصلا أن يكون الإنسان غنيا بدون مصادر دخل، فإذا تريد أن تصبح غنيا فعليك الامتلاك مصادر دخل مختلفة، فهذا هو أساس الغنى، لأن الدخل هو بوابة بناء نفسك اقتصاديا، فحاول إذن في البداية امتلاك مصدر لأخذ نفسك إلى الغنى. ثانيا، لا تنفق مالك على أشياء غبية. من أكبر الأخطاء التي نرتكبها حينما نمتلك المال هو إنفاق المال بشكل مفرط، وهذا من أكبر الأسباب التي تجعل الناس لا يفكرون في الغنى. أعد تقييم الأشياء التي تنفق المال عليها، حاول معرفة ما إذا كانت تستحق العناء حقا. ثالثا، قم باستثمار مالك بحكمة. يمكن أن يساعدك الاستثمار على تحقيق أحلامك المالية على المدى الطويل. الاستثمار ضروري للإدارة الجيدة للأموال، لأنه يضمن الأمن المالي الحالي والمستقبلي. لا يقتصر الأمر على حصولك على المزيد من الأموال في البنك فحسب، بل ينتهي بك الأمر أيضا إلى مصدر دخل آخر. الاستثمار هو الطريقة الوحيدة لتحقيق الثروة المتزايدة والدخل السلبي. إذا لم تستثمر أموالك فهذا يعني أنك تخطط للعيش فقط براتبك الشهري وليس لديك خطط للتقاعد. رابعا، ثقف نفسك حول التمويل الشخصي. لا يقتصر التعليم على الكلية أو المدرسة التجارة. تثقيف نفسك بشأن التمويل الشخصي أمر بالغ الأهمية إذا كنت تريد أن تصبح ثريا. بدلا من محاولة تعلم كيف تصبح ثريا بسرعة، ضع جهودك في تعلم كيفية جعل أموالك تعمل من أجلك. من المؤكد أن الاستثمار في نفسك وفي تعليمك يستغرق وقتا وتفانيا، ولكن المكاسب على المدى الطويل يمكن أن تكون كبيرة. خامسا، لا تعتمد ماليا على والديك وأفراد الأسرة الآخرين. لا يتمتع كل شخص برفاهية القدرة على الاعتماد على بنك الأم والأب، لكن أولئك الذين يفعلون ذلك لن يتمكنوا عادة من الوصول إلى مرحلة الحصول على استقلالهم. وهذا يعني أن معظم أصحاب الملايين يجب أن يعتمدوا على دخلهم الخاص وليس أي مساعدة من أفراد الأسرة، وهذا يشمل النتيجة التي تفيد بأن معظمهم لم يكن لديهم أي ميراث مهم يعتمدون عليه. إذا أعجبك هذا الفيديو ادعمنا باشتراك القناة وإعجاب الفيديو تشجيعا لنا لرفع المزيد من الفيديوهات إن شاء الله.